صباح الخير اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بفيديو جديد. وانا عايزه اوريكم حاله الطقس النهارده. الحاله طبعا سيئه، يعني بما ان الشبوره اصلا من قبل ما نطلع على الطريق الزراعي وهي بالمنظر ده. دلوقتي انا ويوسف وصلنا الكوبري المعرض علشان نركب مواصلات، هنروح المنصوره النهارده ان شاء الله. بس الصراحة الجو سيء جدا. الساعة دلوقتي بالظبط 8. عايزة اقول لحضرتكم احنا كده رايحين على عربيات المحلة، بس ده قبل ما نركب. يعني بصوا حضرتكم شو اصلا الشبورة رخمة جدا والجو مشبر جدا من قبل ما ننزل، بس احنا متوكلين على الله ومتجهين على الطريق السريع، وهنركب عربية المحلة ان شاء الله، وهنبدل من هناك وهنركب عربية المنصورة عشان رايحين جامعة طب الأطفال بالمنصورة، مستشفى جامعية لكلى ومرضى الأطفال. وإن شاء الله إحنا متجهين على عربية المحلة اللي هي بعد الثواني يا يوسف، عربيات المحلة اللي هي أصلا على طريق السريع بعد كوبري المعرض بالظبط في طنطا. زي ما احنا شايفين يا جماعه طريق المحله المنصوره وسيء طريق الزراعي، وبالمنظر ده الشبوره نازله شديده، يعني الضباب بتاعها شديد جدا مغطيه الاراضي الزراعيه والمباني. حتى لو هتلاحظوا في الفيديو المباني نازل عليها شبورة مش باينة، رؤية الشجر اللي باين دم يعني من قدام تصوير العربية بالظبط اللي أنا كنت راكبة فيها الباص. فبعديها لو تلاحظوا إن الأراضي الزراعية كلها الخضراء عليها شبورة بيضاء كتير جدا وكانت كثيفة، وطبعا عرفنا إن في طرق كتير مغلقة بسبب الشبورة ونزولها، وقفلوا طريق المحور وتنهى شبرا الحمر الزراعي. وطبعا احنا كنا مقلقين لان العربيات طبعا يعني المسافات ما بينها الحمد لله كانت في امان وبعيده عن بعضها، ولكن من على بعد هتشوفوا دلوقتي هتلاقوا ان الشبوره يعني بص الطريق هتلاقوه مغيمه جدا، والحمد لله احنا وصلنا بالسلامه. وكنت بتمنى للمسافرين امبارح ان هم يوصلوا بالسلامه معانا، وربنا سترها الحمد لله. وانا علمت برضو ان في شبوره ثانيه نازله بكره، بس ربنا يسلم ان شاء الله والطرق ان شاء الله تتفتح كلها، وان شاء الله كل المسافرين على الطرق الزراعيه والصحراويه ان شاء الله يوصلوا بالسلامه ويكون ما فيش اي عوائق في الطريق. وان شاء الله زي ما انا قلت لحضرتكم هنا الرؤيه من على بعد في العربيه. طبعا العربيات كانت كلها ماشيه بالراحه، وانا عن نفسي بتمنى من كل سائق في الطريق يوصل بالسلامه، والحمد لله الحمد لله وصلنا بالسلامه بالفعل من عربيه المحله المنصوره والحمد لله. ودلوقتي يا جماعه احنا في العيادات الخارجيه بمستشفى الاطفال، في العيادات الخارجيه دي مستشفى الاطفال. احنا دلوقتي رايحين على البوابة اللي هندخل منها المستشفى، والصراحة انا حابة ان انا اوصف لكم مستشفى جامعة المنصورة طب اطفال، خصوصا العيادات الخارجية والمتابعة بتاعتها. Mm-hmm.
دلوقتي يا جماعة دي بطاقة المتابعة بتاعة دخول المستشفى والتذكرة اللي هنوريها لهم، وده الأمن الصراحة حاجة فوق الوصف وناس محترمة جدا. وهندخل نعمل متابعة النهاردة. تعالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دلوقتي أنا رايحة على شبابيك التسجيل بتاعة الروجيتات علشان نبتدي ندخل العيادة. ده مكتب التسجيل.